صخر المطري أحد الشخصيات التي لاحقتها الدولة التونسية لمصادرة أموالها في الخارج. كون المطري ثروة طائلة بناء على تقارير اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق، واستحوذ على قطاعات استثمارية واسعة داخل تونس. تقدم المطري عام 2008 بطلب الحصول على إقامة دائمة في سويسرا، ولكن وفق إحدى وثائق ويكيليكس وجه طلبه بالرفض. وتبين الوثيقة أن السفير السويسري في تونس كريستين فوسلر ذكر أن عائلة بن علي تحول أموالاً إلى سويسرا عبر المطري. في العام 2017 استطاع المطري الحصول على جنسية دولة سيشيل، والتي تعد إحدى الملاذات الضريبية، مما أضعف فرصة تسليمه لتونس نظراً لعدم وجود اتفاقية تعاون بين البلدين. ملف صخر المطري عملت عليه منظمة أنا يقظي التونسية، وهي منظمة تعمل في تتبع قضايا الفساد وتدعيم الشفافية في تونس. توجهنا إليهم للتعرف على تفاصيل هذا الملف، فكشف لنا يوسف بالقاسم مدير برامج المنظمة معلومات صادمة عن علاقات المطري بشخصيات نافذة في تونس عملت على عرقلة مسار استعادة الأموال التي نهبها. منظمة أنا يقظي اشتغلت على ملف يتعلق بصخر المطري، صخر الرئيس السابق اللي مقيم في السيشيل وتحصل على الجنسية. يعني قبل ما يتحصل على الجنسية تواصلنا نحن بفرع منظمة الشفافية الدولية في السيشيل، وقالونا أنه كان نقدموا يعني الأحكام الصادرة ضد صخر المطري في تونس، نبعثوا لهم جست نسخ منها ينجموا يمنعوا حصوله على الجنسية. وحاولنا مع الدولة التونسية، تواصلنا حتى مع وزارة العدل، ولكن في الأخر ما نجمناش نتحصلوا على الأحكام هذه. يعني تفهم تعطيل من داخل المحكمة في إصدار وكذلك تلخيص الأحكام هذه باش نجموا يتم استعمالها، وهذا ينجم يكون دليل على أنه يا إما الأشخاص هذا ما زال عندهم علاقات مع قضاة وإلا مع الإدارة التونسية ومختلف الوزارات، فقاعدين يعطلوا في العمل على الملف هذا. حديث يوسف بالقاسم عن مدى جدية الدولة التونسية مع هذه القضايا دفعنا للتساؤل عن نفوذ العائلة في دوائر صنع القرار التونسي، وكيف استطاعت عرقلة مسار استرداد الأموال في الخارج بتواطؤ مع مسؤولين ومتنفذين في تونس. توجهنا إلى وزير أملاك الدولة التونسية الأسبق حاتم العشي لنتساءل عن نفوذ العائلة في تونس ما بعد الثورة. هناك يعني للأسف حسابات سياسية، هناك ارتباطات مع العديد من الأشخاص اللي وقعت المصادرة متاع أموالهم أو المقربين منهم، أدت إلى يعني القيام بكل شيء من أجل عدم استرجاع الأموال هذه. والدليل أنه يعني عملنا مشروع قانون سنة 2015، مشروع قانون لاسترجاع الأموال المنهوبة، ولكن وللأسف وقع رفض مشروع القانون في مجلس الوزراء من قبل يعني وزراء من حزب نداء تونس آنذاك، اللي رفضوا قطعيا أنه يمر القانون هذا، يعني مشروع القانون هذا اللي هو نحن باش نصادقوا عليه في مجلس الوزراء قبل أن ينتقل إلى مجلس نواب الشعب، لكن ترفض من الأول، ومعناها وذية واضح جدا أنه عدم وجود إرادة سياسية.